العاب الموصل. جينا من النهر من هناك، وهذا هو الجانب الايمن المتدمر اكثره، فهي يسموها الميدان. هنا اقوى شيء، اقوى حروب كانت، اكثر الجانب الورايا تدمر تدمير اللي هو الجانب الايمن. هذا تشوفوه كله المفروض بيوت، مليان بيوت، ولكن مع الاسف تشوفوه هسه كله خرابه. هذا اللي قدامكم هو جسر العتيق، انبنى من وقت الملك فيصل الله يرحمه طبعا، ومن هنا هو تم اعلان انتصار تحرير الموصل. فمن هاي النقطه الزينه انتصرت الموصل الزينه. هذا جامع الموصل الكبير، حاليا دا يتم اعماره من جديد ان شاء الله. احد الاسواق وصلنا لها، اسمه سوق النبي يونس، وهسه راح ندخل جوه. صراحه السوق حلو ما شاء الله، طبعا طويل الطريق. زين يا ترى هاي الشغلات ما تتلوث، كلها متروكه هيك مفتوحه، حتى الخضروات والاكل وهاي الشغلات. دينار تفعيل شهر، هذا بلد دينار، مع كارت ابو 5 ب 5000 دينار. هاي ندور على شارجر. ها بلال، يا هي عجبتك، يا هي حتى احط بيها اكثر. هاي لونها احمر، شارجر حمراء. هاك لعبتك الجديده، وعش تريد فدوه فدوه. هاي المتابعين الزينين في السوق الزين، السوق النبي. نكمل الفلوج. شكرا لكرنسي.com على رعايتهم لهذا الفيديو. منصة كرنسي تعتبر من اكبر وامن المنصات للتداول بالعملات الرقمية. الموقع مميز عن المواقع الثانية، لان بهاي المنصة تقدر تشتري وتستثمر بتوكنز واسهم مميزة باكبر شركات العالم. تخيلوا، ترى ترى، بسم الله، هيك شلون الوضع. كمثال توكنز تسلا، كوكاكولا، ابل، نايك، غيرها، شركات عالميه. تخيل انه انت تقدر تستثمر بيها. هذا كله غير عن الاثيريوم والبيتكوين. واعرف هواي راح يقولوا لي عمر بس احنا ما عندنا الخبره الكافيه انه نستثمر او نخاطر بفلوسنا بهيجي مواقع، ولكن لذلك هذا البرنامج مخصص لكم ديمو اللي هو الحساب التجريبي. تقدر تحط به فلوس غير حقيقيه وراح يكون تماما مثل الحساب الحقيقي تتدرب به. والمنصه اصدقائي اعطتنا عرض، اذا سجل من خلال الرابط اللي اسفل الفيديو مثلا حط $20 راح يعطوك $50، يعني راح يصير عندك $70 بالمجمع. وبالمناسبة currency.com ايضا موجود اب على التليفون، موجود للاندرويد او للابل. ويلا نكمل الفلوج. اما الان وقت الاكل الزين السبايسي. فتخيلوا هاي بالعراق دائما بس المقبلات تشبعك، وهذا الاكل الزين وعاش تيد العمو. شوفوا شنا بدنا ناكل هنا، عشان اشوف هذا الولد دي يتفرج الفلوج مالتي. تعال، شو اسمك؟ رياض. رياض؟ اه الله حيو، هو متعجب ده يشوفنا بالموصل. هذا جابر.
بس تعالوا ارويكم حيوانات الموصل. هاي اخوان عمر سكر رجعت لي ذكريات. ماكو ذكريات ما تخلص بهذه. ما شاء الله عندهم بالموصل هنا حيوانات هوايه اشكال والوان. هاي منين يجيبوها؟ شوفوا ما شاء الله كوكاتو كاسكو تمنا. هذا كوكاتو بس يجي نوع ثاني. متونس اني خبره مال مساج لان مسجت الميزه هوايه. ايش قد ينحب؟ شوفوا هو يقترب مني حتى انظف له. شوفوا لي هذا الالوان مالته سبحان الله. تقولون كوكتيل طبقات. هذا الكاسكو يمكن الهولندي مو تمنا عذرا. اما هذا يموت. هذا كلش ينحب. اموت عليه هذا النوع. هذول همين كوكتيل ما شاء الله انه الالوان مالتهم. هذا الكوكتيل الحقيقي. هذا صدق اسمه كوكتيل يعني. هذا ميزو الكذابي. هذا من اسوأ انواع الامازونيات. هاي طيور الجاوة او الزيبرا بس يكون اكبر. هاي طيور الباجي وهاي طيور الحب. فما شاء الله الصراحة ما توقعت انه بالموصل اكو كل انواع الحيوانات هذه حتى طير المينا. هذا ايش صاير بي؟ هذا ما بردان؟ هذا ده يرجف خطيه ما عنده ريش. مفروض يلبسوا بطانيه. شوفوا هذا الباجي يجي اغلى لان لون مميز. وهذا الواحد يجي ضخم يصير اغلى. هذا نفس الشيء همينه اللي بس ابيض بس اصفر. صراحة ما توقعت ابد بالموصل عندهم كل انواع الطيور هذه ومحلات هواية. واليوم هي جولتنا على طيور الحب. مو دولة طيور الحب قصدي اللي طيور حقيقية. وهاي عادة هي اقفاص البلابل. وهاي كلها بلابل حسب اكل اليف اكل كبير اكل فرخ. هنا انا قسم الكناريات بس هذولا اكثر شيء عجبوني. شوفوهم ما شاء الله هذولا رهيبات. هذولا جدا يجون نادرات. سموهم طفرة. هذولا طفرة. وهاي السناجب مال تكسوسة مال حديقتنا باقوهم. وهذا اخوان عمر زكي هو الطائر الكناري السوري اللي هو الحسون يسموه. هذا تغريدة رهيب ويجي غالي. واما هنا فهو قسم البزازين. وهذا كلب مدنفش. والله ما شاء الله حتى كلاب حلوينكم. انا عبالي هاي بامريكا بس نلقاهم. شوف هذا الهر. بعدهم انواع قطط انواع كلاب حتى هذا الكلب هذا المفروض يعني غالي يعتبر. شوف هذا شفتوا؟ كفو عليه بطل خوش تربية. واما هنا عمو الكلب شوفوا دا يقمز هسه يحاول يخمطها. اي اوه خمطها والله قدر يخمطها سريع ما لحقت قمز. شوفوا فرحان هاك هاك اي اخمطها والله هم سريع. هذا خوش ذكي يخمط سريع يمد ايده هيجي سريع. وهسه تعالوا نشوف شكو هنا كلهم سكتوا. فتشوفون طيور ما شاء الله جدا تعتبر نادره يعني مثلا هذولا. وهذا هو كناري الجلوستر. هذا كان عندي منه انا. وهذا النيبالي. هذا كمبتدئ انصحكم تجيبون منه حتى لو تجيبون منه فرخ تبدون به يعني تتعلمون عليه. ولكن اخوان عمر زكي هذا النيبالي اذا عضك اللي هو طائر الدره الهولندي عذرا الهندي يطلع الدم يقص لحم. البلابل كذلك انواع. هذا يجي منه انا لونه برتقالي اذا تشوفون. وكل يجي اصفركم من السعوديه اكو من هواي دول. هلا هلا ارقص. هذا مثل ميزو. اقول اوي وي هيك اسوي اوي وي هيك يسوي. لو مشتري هذا مو كان احسن من التشارجر. شوف شلون يرقص عنده رقصه هيك يهز براسه. هذا 1200 دولار. هذا ممكن تحصله ب 600 دولار. الكاسكو فرخ ممكن تجيبه ب 600 دولار كذلك. والان جينا المحلات ايضا متجمعين ولهم علاقه بالحيوانات. نشوف بدايه البزازين. هاي زعلانه. هاي تتحرك مثل الاسد. هاي اوكي هسه اعوفكم من دولة سنطلع لي قدام. خلينا نشوف هذا المحل ايش عنده. اتصور ما عنده سوالف. انطفت الكهرباء. افتح لنا فلاش. شوف نوعية الحمام هذا سبحان الله. وما زلنا نفتر. هذا فقط مستلزمات ماكو حيوانات. حتى محلات بيطرية متخصصة بمعالجة الحيوانات كذلك اكو. خلينا نشوف شكو سمكات مال زينة بالموصل. حلو هذول الموجودات اكثرهم الانواع اللي هي معروفة يعني ماكو شيء جديد او غريب. واما هنا محل متخصص بالحمام والدجاج وكل شيء الصراحة. واما حاليا هذا اخر محل. فهذا شو يسموه هذا؟ يسموه قبتش؟ ما ادري شيء اول مره يمكن اشوفه بحياتي. ما شاء الله كل هاي الشغلات بالموصل. شوفوا لي هاي النوعيه. هذا شلون يشوف؟ هاي دجاجه للعلم اخوان عمر زكي. هاي هنا هم اكو سمكات حلوات. تريدين نقضك؟ هاي ضايعه يمكن. هاي هنا تلقون كل انواع الاعشاش والاكل والادويه مال السمك مال الطيور. هاي مبينه حبابه حتى.
هاي السيارة سموها أولدز بال 2001 كانت تستاهل بيت هاي سعر بيت تعال هذا البلبل الزين كله الزين يلا نحاحد روح هسه يبدي يغرد راح يفرح مدينة شوفوا ميت فرح هذا أموت عليه الصراحة تعال قبل رجع على الأكل يجي تعال شو صار أليف هذا صار لا مصدوم مصدوم أنا مصدوم والله مصدم شو والله يا متابعك من يوتيوب على طول الظاهر هاي هاي ولا اخ صار يلعب بعد حارب ويا هيك هيك العب ويا ميزو العب ويا هيك لازم هاي هيك يعني ده العب هو يعرف انه هاي طريقه اللعب ميزو نفس الاسلوب استخدمه هيك يسوي له يعني يعرف ده العب ويا شوف يا يا نفس المكان نفس المكان اي اي شوف ايش راح يصير شوفوا حركه راح يلحقه يطيب عليه تعب فتح فمه هسه تدرون هذا شوفوا ده يهجم على ايدي اي ولك عفه هذا مسكين اما هذا البلبل شوفوا حتى على يده يهجم بس ينحب اخ اخ والله عظمي قوي عظمي خوش عظمه بس ينحب وليش ما وليش بالك يا عمر هذول يونسوني والله العظيم هذا مصير اللي يأذيني الله تستاهل يا حبيبي عضني من حلقي شاهد لك ميزو ما يسويها صار أليف هسه هذا الصوت هذا مال بلبل معروف كلش لما يضوجون وإذا اقتربت من العش مال أفراخ همينه نفسه بالضبط هذا هو الصوت هاي معناها أنت دخيل أو خايفين من عندك تحذير هذا صوت تحذير والله يقتلك أخ ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية سبسكرايب لايك كومنت فيفورت ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا